بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهادي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت برحمتك إذا شئت جعلت الصعب سهلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائي وأحبائي طلاب وطالبات الثانوية العامة، أهلا بكم يا أبطال. يا رب كده تكونوا في أصح حال وأهنأ بال، وإن شاء الرحمن الرحيم تكونوا كده متوكلين على الله، صبرين، محتسبين تعبكم ده عند الله، وإن شاء الرحمن الرحيم هتفرحوا في الآخر وهتفرحوا اللي حواليكم. النهاردة أنا جاي في لقاء إن شاء الرحمن الرحيم مثمر معاكم حوالين النصايح اللي يجب إن احنا نعملها الأيام دي، والحاجات اللي يجب ما نعملهاش. يعني أنا كتير قوي زمايلكم في التليفون بيسألوني أو على صفحة بنذاكر على الفيسبوك بيبعتولي وقولولي نعمل إيه الأستاذ الأيام دي، انصحنا. صحيح والله بجد، يقولولي انصحنا نعمل إيه الأيام دي، نذاكر إزاي، عايزين نلم العربي. كلمة نلم دي بقى أكتر كلمة بسمعها الأيام دي، سواء في التليفون أو حتى في المجاميع عندي في الواقع. يعني يقولك أستاذ نعمل إيه، نلم المواد إزاي أو نلم العربي إزاي. فأنا جاي النهاردة عشان أقول لكم خمس حاجات نعملها، هنلم بيها المواد إن شاء الله الرحمن الرحيم، وخمس حاجات مهمة قوي وخمس حاجات ما نعملهاش. يعني اعتبرها كده الوصايا العشر اللي إن شاء الرحمن الرحيم تبقى زي المصابيح اللي تهديك في الطريق، اللي هو أهم شهر أو أهم فترة قبل الامتحانات لازم نخلي بالنا من النصايح ديت، ودي من خلال خبرة طويلة وإن شاء الرحمن الرحيم تستفيدوا منها جميعا. النهاردة بقى عشان تكتمل الموضوع يعني وضوحا، عملت لكم الخريطة الذهنية اللي قدامنا دي دلوقتي. الخريطة ديت فيها ناحية اليمين كده الخمس حاجات اللي تعملهم: تدرب، دون، افعل خيرا، اسأل، ركز. وناحية التانية خمس حاجات ما تعملهاش: لا تيأس، لا تؤجل، لا تترك، لا تسهر، لا تبالغ. تعالوا نمسك واحدة واحدة كده ونحاول نقرب منها ونشوف هتفيدنا في إن شاء الرحمن الرحيم. أول حاجة عشان تلم العربي أو أي مادة لازم تعمل حاجة اسمها تدرب. تدرب يا شباب جاية، لو جيت تبحث عنها في المعجم، معلش حتى عربي كده برضو، لو جيت تبحث عن تدرب في المعجم هتلاقي جاية من درباء، باب الدال فصل الراء ثم الباء، مش كده؟ الدرب اللي هو الطريق، فيتدرب في يعني يمشي الطريق ده كتير لغاية ما يتعود عليه. فانت لو جيت تبحث عن معنى الكلمة في المعجم هتلاقي تدرب بمعنى ايه؟ بمعنى تعلم وتعود وجرب. فالتدريب بيخليك تجرب، والتجريب بيخليك تتعود، وكلمة تتعود دي هي دي اللي أنا عايز أوصل بها معاك. أنت إن شاء الرحمن الرحيم داخل امتحان ثانوية عامة بعد فترة قصيرة، لازم أنت تحاكي اللي هتعمله في اللجنة. يعني أنت هتعمل إيه في اللجنة؟ سين وجيم. يبقى الفترة اللي قبل الامتحان لازم تحل سين وجيم كتير. بس سين منين وجيم منين؟ ما هنا اول واحد ايه بقول لك، ايه بقول لك؟ بص بقول لك تدرب على سين وجيم. اللي بيقول لي عايز الم العربي، اللي بيقول لي عايز الم الفيزياء، عايز الم الكيمياء، تعمل ايه؟ سين وجيم. استاذ طب ما انا في حاجات لسه ما خلصتهاش، لسه ما ذاكرتهاش. بسين وجيم هتذاكرها صدقوني. انت لما بتعمل سين وجيم انت بتعمل حاجتين: انت بتعود نفسك على السؤال، وفي نفس الوقت بتذاكر الاجابه. بدل ما تروح تحفظ، وبعد ما تحفظ تسمع، وبعد ما تسمع تحس انك نسيت وبترجع تاني، وهكذا تلاقي نفسك انت ما بتحلش. ودي كارثه يا جماعه، من اكبر الكوارث اللي الطلبه بتعملها، بتحل قليل او ما بتحلش. فلذلك خش على طول على سين وجيم، حتى النقط او بعض الحتت اللي انت لسه ما ذكرتهاش قوي صدقني من خلال سين وجيم هتلاقيك بتذاكرها. وكمان من روعة سين وجيم انت هتلاقي سين وجيم بدأت تتكرر، وهي دي علامة على انك انت بدأت تتقن ان بدأت الاسئلة معاك تتكرر، وما تسمعش الا اسئلة جديدة كل حين ومين. ده يدل على انك ما شاء الله عليك كده انت بدأت توصل لمرحلة اتقان المادة. فهمت المادة وحفظتها، انت دلوقتي بتتقنها. فاذا تكرار الاسئله دي علامه صحيه جدا جدا جدا. طب استاذ ما انا بحس ان انا بنسى. التكرار مش هيخليك تنسى. طب استاذ ما انا اصل المعلومات دخلت في بعضها، بسين وجيم هتلاقي انفصلت عن بعضها. وبعدين يا جماعه اللي بيقول لي انا بنسى بقول له ابشر،
واللي بيقول لي المعلومات تدخلت في بعضها بقول له ابشر ابشر يا استاذ، ده انا بقول لك انا بنسى. ايوه ابشر، لان انت بدات عندك معلومات حاسس خايف عليها، فعشان كده حاسس انك بتنساها. ما تخافش، اول ما تتحط ورقه الامتحان قدامك هتلاقيك ان شاء الله الرحمن الرحيم افتكرت كل حاجه، ما تقلقش خالص. فحكايه انا بنسى ديت، انسى انك بتنسى. انسى انك بتنسى وابدا ايه اشتغل، استمر. انت حاسس انك ناسي، استمر برضه، ما تخافش، ما مش دايما ترجع لورا. طيب دي نقطه الياء تدرب على سين وجيم. برضه نقطه، منين سين ومنين جيم؟ يعني الاسئله منين والاجوبه منين؟ دي نقطه في منتهى الاهميه، لان طبعا طلاب كتير اول ما بيسمعوا سين وجيم يبدا بقى يجمع المصادر كلها. قلت 100 مره كررتها كتير في لقاءاتي، واللي بيسمعني عارف، واللي معايا على راديو بنذاكر قلت الكلام ده. يا جماعه لابد ان احنا نحل من المصادر المعتبره، لان في كتير قوي من المصادر غير معتبره، اسئلتها مش صح، اسئلتها غلط، اسئلتها فيها لف ودوران كتير فبتوترك، الاجوبه ما بتلتزمش بكتاب المدرسه، فطبعا انت هتتوتر من الحاجات دي. فلذلك انا عايزك تحل كتاب المدرسه لو سمحت، امسك كتاب المدرسه اسئلته كلها حلها لو سمحت، واحده واحده كده حلها تحريري شفوي بقى. المهم تحلها وتحصل على اجابتها وتتاكد ان دي اجابتها. ما هي دي جيم بقى، جيم بقى انك انت تتاكد. طبعا عن طريق ايه بقى؟ عن طريق استاذي في الدرس، اروح اقول له السؤال ده كده اجابته صح، اللي هي مرحله توثيق الاجابه. عن طريق انك تحل معايا انا حال الكتاب الامتحان كله، وحال الكتاب المدرسه، وحال اسئله كتير جدا انت ممكن تقارن اجاباتك باجاباتي. فاذا يا شباب، سين وجيم من كتاب المدرسه، سين وجيم من دليل التقويم، سين وجيم من امتحانات ثانويه عامه السابقه. ايضا تدرب على التعبير. التعبير لو سمحتوا انتوا شويه يعني بتغمروا مغامره خطيره جدا. انتوا معظمكم بيقول انه هيجي في الاخر، اللي هو الاسبوع الاخير بتاع العربي بقى، اللي هو حاطط كل حاجه مأجلينها للاسبوع الاخير، ودي يمكن انا هناقشها اكتر لما حته لا تؤجل دي. بس موضوع التعبير لو سمحتوا ابداوا تدربوا عليه من دلوقتي، لان موضوع التعبير انت موهوم، فاكر انك انت يا دوبك هتقرا موضوع فهتمسك الورقه والقلم فهتكتب الموضوع هتبقى الدنيا زي الفل. لا، انت كده موهوم. انت لو مسكت ورقه وقلم دلوقتي وكتبت موضوع تعبير عن قناه السويس هتكتب سطرين وتقف. قناه السويس، طبعا انت عندك ثلاث موضوعات من الموضوعات مهمه جدا، عندك قناه السويس وعندك النيل وعندك الشباب. الثلاث موضوعات دولت في غايه الاهميه، والله حتى لو بعد عنهم هتلاقي برضه بيلمسهم. فيا جماعه لو سمحتوا الفتره دي لازم تقرا عن قناه السويس، تجمع معلومات. حتى يعني بعض الطلاب بتقول لي ان الاساتذه في الانجليزي والفرنساوي بداوا يدوا لهم باراجرافات عن الموضوع ده، عن موضوع قناه السويس، وازاي كلمات عن قناه السويس سواء في الترجمه او في غيره. طبعا طبعا حدث مهم جدا وحدث كبير جدا. انت مش واخد بالك كمان ان افتتاح قناه السويس هيبقى قبل امتحانك مباشره. فجماعه ده حدث عالمي وحدث كبير، ما هوش حدث هين. واكيد الممتحن اللي حط اسئله ثانويه عامه لن يغفل هذا الموضوع ابدا. جمعوا معلومات جغرافيه، معلومات تاريخيه في ايه؟ قناه السويس تاريخها من امتى وطولها قد ايه وبتقع فين، والفرق ما بين حفرها قديما وحفرها في الوقت ده، وايه الفرق الكبير، فرق السياسي والفرق الاستراتيجي. وان شاء الرحمن الرحيم انا برضو يعني مش هخذلكم، هطلع لكم موضوع عن قناه السويس، لكن ايدك بايدي عشان تبقى انت معايا في الصوره، ما تبقاش كل حاجه واخدها على الجهاز. صدقني الحاجه اللي بتاخدها على الجهاز دي بتتركب. المهم يا شباب، موضوع التعبير ما نركنوش، موضوع التعبير من دلوقتي نحاول مره واثنين وثلاثه علشان اقدر ان انا اقلص الزمن بتاعه، لان انت ممكن تكتب موضوع تعبير حلو جدا بس تقعد فيه 3 4 ساعات. لا، اول مره ماشي مش مشكله، اول مره 3 ساعات ساعتين مش مشكله. بس طب انا اصلا بضيع وقتي قوي، يعني ما نوفر الوقت ده شويه. توفر وقت ايه؟ هو موضوع التعبير انت بتغني يعني؟ هو انت بتلعب؟ موضوع التعبير ده 3.5%، انت بتتكلم في 3.5%، يعني لو لخبطت فيهم نزل مجموعك فجاه بقى 96.5%، يعني باي باي على كليات القمه. يعني موضوع التعبير لوحده كفيل ان هو يبعد ناس من كليات القمه. فجماعه لو سمحتوا ما تستهونوش بالموضوع، وتقول لي انا هحفظ موضوع ومما لا شك فيه ويجب ان. وانتوا عارفين بقى طبعا انا حصص كتير على اليوتيوب على موضوع التعبير ده وازاي تكتب موضوع تعبير. فلو انت ما عندكش فكره اجري فورا على اليوتيوب واكتب كيف تحصل الدرجه النهائيه في موضوع التعبير، كيف تكتب 40 سطرا في ربع ساعه. الموضوعات دي موجوده، اسمعني وابدا دور على عناصر وابدا حاول تكتب علشان الزمن يقل. انت لازم تكتب من 40 ل 60 سطر في حوالي نص ساعه او ساعه الا ربع. فالكلام ده محتاج تدريب، محتاج زي ما تكون انت مثلا ال 100 متر دولت المفروض تجريهم في 9 ثواني. ال 100 متر تجريهم مثلا يعني، فهتلاقي نفسك اول مره ما جبتهمش في 9 ثواني، اول مره جبتهم مثلا في ايه؟ في 15 16 ثانيه، تتدرب وتعمل لياقه، مش بعد كده تلاقيهم 13 ثانيه، ها 12 ثانيه، ها نزل، فهمت؟ ف
فلازم يا جماعه هو موضوع التعبير عامل زي اي حاجه في الدنيا عايزه تدريب يا شباب، فتدرب على موضوع التعبير وما تاجلهوش. اللهم بلغت، اللهم فاشهد، اقرا ودور على عناصر. طب تدرب على تجربه امتحان. ودي دايما قلتها وكتير بكررها وبذكر بيها حتى اللي عارفها، لان في ناس بتسمع تقول الله ده حلوه وبعدين ما ينفذش. لا، انت لازم تعمل محاكاه للجنه للي هيحصل بالظبط اخر السنه بالظبط. يعني ايه بالظبط يا استاذ؟ لدرجه انك هتقوم الساعه 9 الصبح او 8 ونص الصبح، ومن بالليل تكون مستعد انك انت مثلا محدد امتحان 2004 مثلا. لو انت مخلص المنهج تمام وزي الفل خلاص، يبقى انت الصبح بتختار، تحط كده الامتحانات قدامك وتختار امتحان عشوائي 2004 بقى 2007 2008 انت زي ما انت وحظك يعني، تمام؟ وتختار امتحان عشوائي وتبدا تحل، وتحله بالظبط زي ما يعني 3 ساعات، تقعد الثلاث ساعات وتكتب التعبير، ما تكسلش، اكتب التعبير وشوف بقى ليه. لان من قياس انك تشوف انك هتخلص في الوقت المناسب ولا لا. واقسم بالله العظيم يا ما طلاب وقعوا في المأزق لجنة ثانوية عامة وبدا يحل السؤال فعجب، اللي هو مش اجباري، ما انت بيجي لك سؤال بتختار سؤال، فعجبه قوي السؤال الايه، السؤال الثاني، فراح حل السؤال الثاني في القصه، وبعدين سؤالين ده والقدس فيبدا يحل الاثنين، وبعد كده يروح بقى للايه، للبلاغه والادب. طبعا بقى مبسوط انه بيحل، طبعا الحمد لله تمام ربنا يوفقك. وبعدين وصل لغايه النحو، خلص النحو بيبص في ايده لقى الساعه 12 الا ربع ولسه ما كتبش ولا كلمه في التعبير. انتوا متخيلين يا جماعه دي كارثه. الربع ساعه دي يعمل فيها ايه؟ يقول لك انا كتبت 18 سطر بقى، كتبت 15 سطر، كتبت نص صفحه، اعمل ايه يا استاذ؟ تعمل ايه في ايه؟ انت كده بهدلت الدنيا، انت كده غلطت غلطه شنيعه، انت كده خنقت مستقبلك بايدك. ايوه لازم في اخطاء قاتله يا جماعه، مش كل حاجه ما يهمكش، لا طبعا في اخطاء قاتله ولازم نخلي بالنا منها قوي، منها انك انت ما تدربتش انك تخلص في الوقت المناسب. ايوه، فلازم تدرب نفسك انك تقعد وتصبر بقى، تصبر، اقعد بقى مش كل شويه تقوم وترجع. انت بتعمل تجربه لدرجه بقول لك اعملها من 9 الصبح ل 12، شوف لدرجه انا بقولها لك اهو، ودي يمكن هكلمك عنها في لا تسهر في حكايه الساعه البيولوجيه اللي جوه الانسان. فلازم تقعد وتمتحن وتستهدى بالله وتصحح التعب، تصححه كله، ادي لاستاذك في الدرس يصححه لك. دي مهمه جدا. موضوع التعبير لو انت عايز برضه صوره بالموبايل وابعته لي على الخاص، وان شاء الله ربنا يقدرني وانا اقول لك ايه رايي فيه. الراي ده موضوع، لا ده خطك كويس، لا ده عايز يكبر شويه، لا ده انت شطبت كتير، صوره كده. اظن المساله بقت يا جماعه يعني دلوقتي يعني ايه، في لحظه ممكن تبعت لي الحاجه وفي لحظه انا ممكن ارد عليك. فان شاء الرحمن الرحيم تدرب، دي مهمه قوي يا شباب، على سين وجيم من مصادرها المعتبره. تدرب على التعبير ولا تؤجله، تدرب على تجربه امتحان في كل المواد وشوف نفسك هتخلص في الوقت المناسب ولا لا، او كرر التجربه. تجربة الامتحان دي تكررها يا جماعة، يعني انت اول تجربة لما تيجي تحسب درجاتك فعلا ممكن تتصدم تلاقي نفسك ناقص 12 و13 درجة فعلا، وتلاقي بقى الاجابات الناقصة تكملها، وتلاقي السؤال كان عايز حاجة وانت بتكتب في حاجة تانية. طبعا كل ده وارد مع اشطر الشاطرين، وارد ان ده يحصل. فانا عايزه يحصل في البيت، يحصل في تجارب، بدل ما يحصل في لجنة ثانوية عامة. فلو سمحت يا شباب جربوا، وهتلاقي التجربة التانية بتتجنب أخطاء وتظهر لك أخطاء جديدة، التجربة التالتة برضو، وهكذا تلاقي لغاية عند التجربة السابعة التامنة، أيوة هتلاقي نفسك بدأت فعلا تحس أنت من جواك كده، بدأت تحس فعلا أنك أنت بدأت تتمكن من الموضوع شوية. فدي كانت أول نصيحة من الوصايا العشر اللي بوصي بها أبنائي قبل ما يخشوا امتحان ثانوية عامة، وهي تدرب. أبناء الطلاب فاصل ونعود إلى دون. يا ترى ايه اللي لازم ندونه؟ يا ترى ليه بندون؟ وايه فايدة اللي هندونه؟ وده هينفعنا قد ايه في الاسبوع الاخير؟ لان الاسبوع الاخير محتاج ان احنا نعد بعض اوراق العمل، عشان اول ما يبدأ الاسبوع يبقى انا عارف كويس قوي حاجتي جاهزة ويدوبك ان انا مسكها بذاكرها. فاصل ابناء الطلاب ونعود الى النصيحة الثانية وهي دون.